وصفة تحضير كيكة الموز خرافية. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. خرب عندنا كم حبة موز هرسناهم وعبينا فيهم كوب. رح نحتاج 2 كوب طحين من طحين الجمل، 4 بيض بحرارة الغرفة، إياك تجيبيه من الثلاجة للشغل بزبطش، نص كوب حبيبات شوكولا أي نوع، شوكولات شيب أنا بستخدم، كوب إلا ربع أو 3/4 الكوب زيت نباتي، كوب إلا ربع من الحليب السائل بحرارة الغرفة مش من الثلاجة. كمان رح نحتاج لكوب موز مهروس من 4 لـ5 حبات حسب الموز اللي عندك بلدي أو صومالي، نص كوب سكر بني بديل السكر الأبيض لأني أنا بكفيني السكر اللي رح أخده من الموزات، تمام؟ ربع معلقة صغيرة من الكربونات عشان الشوكولا ما تقعد في القاع، بدنا إياها تضل في مكانها فالكربون بترفعها، معلقة صغيرة من الباكينج باودر عشان الكيكة تنفخ، معلقة صغيرة فانيلا ومعلقة صغيرة برش ليمون ومعلقة صغيرة خل أبيض كله على البيض عشان الزنخة. وبس يلا شوفوا هاللوحة، إشي بسيط جدا، سلقنا بطاطا هرسناها كمشة نشا بقسماط بهارات زي ما أنتوا شايفين. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. يلا هلا احنا اللي بده يصير كالاتي، الطحين معنا اتصال معان، يلا ماشي. الطحين في عنا طحين الزهره، اذا بدكم الصح شفتوا طحين البيتزا جربوه للكيك 100%. طحين البيتزا في عندك طحين الاسمر اللي بفيتامين د اللي هو الكيس الاصفر، هو متعدد الاستعمالات لكل شيء بس مدعم بالفيتامينات ومفحوص باعلى مستويات مختبرات فحص الطحين ورطوبه العجين الاول من نوعه على مستوى الشرق الاوسط، موجود فقط في الاردن، يعني بيجوا من البلدان المجاوره بفحصوا عنا. شايفين قديش بقولكم؟ عشان هيك خدي معلومة صح، بتشوفي قديش إحنا جماعة مرتبين. رح نحط 4 بيض بحرارة الغرفة بسم الله الرحمن الرحيم. طبعاً هاي الكيكة بركة، كميتها بركة اسم الله. برش ليمون على البيض أصفر بدون لب أبيض، خل أبيض، الخل ديري بالك مش بس عشان الزنخ والسالمونيلا، الخل شو بيعمل؟ بطير الكيكة لفوق، برفع، بيعطيها هشاشة خرافية. اتفقنا؟ رح نضرب البيض بشكل سريع جدا. سكر بني بديل السكر الأبيض عشان أنا عندي الموز كيلس، انت عارفه اذا ابنك اخذ قطعه من هالكيكه قديش بياخذ فائده قاعد، اشي رهيب. هلا رح تقولي كثير رح تطلع حلوه زي القطر، ابدا ولا رح تحسي. سلامه معانا على الهواء مباشره، الو صباح الخير. سلام 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 عليكم يا سلام. اهلا بست الكل، قولي حبيبتي معك. يعطيك العافية ما شاء الله عن أكلاتك، عن أكل اليوم يعني إشي روعة يا بي مزكاها، جربيها وادعيلي بس تشهي إن شاء الله. يا ربي إن شاء الله، يا الله نشوفك عشان السلامة يا ربي. يا رب تشرف. يا ربي وما شاء الله عنك، جهودك جبارة حبيبتي، بخدمتكم تتدللي، الله يقدرنا وما نقصر، خدمة الجميع ست الكل. شكرا على اتصالك. حطينا حليب ربع كوب إلا ربع، وحطينا اللي هو الزيت. هلا بدي احط الكربوني مباشره، بيكنج باودر على الطحين رح ننزلهم. شوفي بعدين هلا شو بدي اعمل، بدي اشغل ايدي واهرس الموزات. شوفي الموز مستوي من هنا، فاول ما يخرب عندك الموزات تقلبيهم كيك، لا تقلبيهم كوكتيل. اولادنا مش الكل يعني الغالبية ما بحبوا الكوكتيل اللي فيه موز كتير، فبتلاقيه حتى الكوكتيل أصبري عليه 5 دقايق في باب التلاجة بسود، لأنه الموز إذا بدك تعمل كوكتيل بموز مستوي حطي معاه 2 كبار أو نص ليمونة، عصير نص ليمونة مع الكوكتيل عشان الموز معك ما يسود، أو إذا حطيتي فيه تفاح، كل إشي بسود نزلي معاه ليمون، الليمون بمنع إنه يتأكسد فما بسود. اتفقنا؟
ما بدنا يا قطع اهرسي على الآخر. شايفة هذا كوب تقريبا 5 موزات، وإذا كان عندك من الموز البلدي يا سلام، بيبقى زي القطر، حلو طعمه غير شكل. يلا بسم الله رح نروح ننزله على الخليط، إن شاء الله رح تعجبكم كتير زاكي. بعدين إحنا جايين على شتوية هلأ، وكان كانت الصغار في البيت وكله بتفشش بكله، فرح تلاقوها إيش تحت إيدكم هاي الكيك. يلا رح نمسك المضرب هلأ نخلط الموز. شايفة وين قعدت حبات الشوكولا؟ تستنى الطحين عشان يغلفها. بسم الله، طحين وباكينج باودر شوي شوي على الهدا. شايفة شوي شوي. طب يا شيف ليش مرة واحدة؟ ما خلص الواحد شغال شغال، واقفين واقفين على السريع. نزلي هالطحين وقولي يا رب كل ما حطيت الطحين شوي شوي وخلطتي، انت بتدخلي هواء قاعدة، كل ما دخل هواء كل ما طلعت الكيكة فوق، عرفتي؟ هذا هو السبب، عشان هيك بنحط الطحين شوي شوي. يلا بسم الله. تستخدمي خفاقة الكيك بصير، بس يعني طول ما في الواحد صحة اعتمدي على نفسك قولي يا رب وتمشي الأمور. شايفة قوام الكيكة سلس ما بغلبك. أنا سكبتها بالقالب وعلى الوجه رجعت رشيت كمان شوية شوكولات شيب، واستخدمت القالب اللي لا غنى عنه، قالب أمهاتنا وجداتنا، قالب الصوبة الحمراء، الله يرحم أيام زمان أيام البساطة. حتى طعم الكيك فيه غير، ما إله مثيل، إشي بجنن. أنا بحب أشتغل فيه. القوالب الجديدة يعني شكلها حلو بس بتغلب، وأحيانا إذا نوعها مش صح صراحة يعني بتغلبنا، بدرجة إنه الكيكة للأسف ممكن يلزق نصها بالقالب. حطيت شوكولات شيب ما وقع على سخونة قالب الكيك، بتسيح الحبة الشوكولا بتقعد مكانها. طعمها زاكي، ريحتها كيكة موز، الريحة واضحة من الموز جدا واضحة. وهيك بنكون خلصنا كمان قالب كيك الموز، بحبتين موز بدل ما ينكبوا لا سمح الله دورناهم عملنا قالب كيك مشخص. وهيك بنكون خلصنا وصفاتنا لليوم، حنقدم لكم إياها بالشكل النهائي. إن شاء الله وصفاتنا تليق بقيمة كل المشاهدين الأفاضل اللي عم يشوفونا دائما وعم يستنونا بشغف. بدي أودعكم على أمل اللقاء بكم غدا إن شاء الله. تعودتوا علينا دائما بنفوت الشرق بالغرب، دائما في عنا ميكس بطلع فيه نتيجة حلوة، والنتائج بتطلع معاكم أحلى من اللي بتطلع معاي بألف مرة. صراحة بكرة بدي أسوي مطبق زعتر، كلكم بتعملوا عجين، كلكم بتعملوا مطبق زعتر، كلكم بتعملوا إشي كتير فخم، بس مطبق زعتر محشي بحشوة بقلة ما إلها متيل، خبزة هشة مش متشتشة، بكرة إن شاء الله من خلال شاشة التلفزيون الأردني. وصفتنا بكرة بنكهة الحجيات، رح أحاول أشتغل على موضوع طاولة التقديم بس هيك لحتى إحنا نودي لكم رسالة إن شاء الله تعالى تيملاً بفصل الشتاء. ديروا بالكم على حالكم، بشوفكم بكرة إن شاء الله. باي باي.